وللاطلاع على تفاصيل العملية الانتخابية في سفارة المملكة في القاهرة ينضم إلينا مراسلنا من هناك شكري عبد الحميد. شكري، أهل لك أن تضعنا في صورة أجواء الانتخابات في سفارة البحرين في القاهرة، وكيف كان إقبال الناخبين هناك؟ أهلا وسهلا، وأحييكم في هذا اليوم الجميل الذي يواكب أيضا المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير. حقيقة أرى هنا عيدا جميلا وطيبا في مملكة البحرين، ممثلة في سفارة المملكة في جمهورية مصر العربية. أرى يعني من منذ الصباح الباكر إقبالا كبيرا من البحرينيين المقيمين هنا في مصر، سواء من الطلبة القادمين من أقاصي مصر، سواء من المنصورة أو من الإسكندرية أو حتى من أسيوط من صعيد مصر، أيضا من جامعات مصر، أيضا الشيوخ والشباب والسيدات والنساء. أعتقد أن الصورة كانت معبرة أن هناك إقبالا كبيرا ومجهودا كبيرا من سفارة مملكة البحرين في داخل جمهورية مصر العربية، من سعادة السفير الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة، وأيضا القنصل السيد فيصل فهد جلال، وأيضا نائب السفير الأستاذ عبد الرحمن هاشم، وإضافة إلى السيدة خلود راشد مطر المستشارة الثقافية التي نظمت بجدية تامة كيفية توافد الطلبة ووفرت لهم كل وسائل الراحة. أرى إقبالا شديدا، أعتقد أنه منذ الصباح الباكر يعبر عن أن هناك إقبالا سيتزايد أيضا مع مرور ساعات النهار وحتى إغلاق الصناديق في 8 مساء بتوقيت القاهرة. أعتقد أن هناك نوع من الارتياح التام داخل السفارة من حيث الإقبال، وهناك أيضا إجراءات وتسهيلات طيبة قامت بها السفارة، وأنا كمراقب وليس كمراسل أعتقد أن هناك نوع من الديمقراطية التي تسري داخل أنسجة السفارة البحرينية في داخل جمهورية مصر العربية للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي تعتبر تعزيزا للعرس الديمقراطي وتعزيزا للديمقراطية داخل مملكة البحرين. نعم، إذن من القاهرة مراسلنا شكري عبد الحميد، شكرا جزيلا لك.